يا سعود بشرني عشان اجد ممطور عقب الجفاف اللي يثور عجاجه يا حلوها. لو قلت لي يا ابو منصور ما به محل ما تملت هباجه يا حلوها. لو قلت لي يا ابو منصور ما به محل ما تملت هباجه حتى يجي الالبل ومظهارها دور من عقب شبك محتكرها سياجه. وضحني لو نستلم الالوان تدور تعطيبها مع نجد واسع فجاجه وتقهر لها في عالية نجد مقهور في خايع ما جاه حايش عاجه غير الحباري ما مشى فيه ديور وعشبه مغطن ما عرى من جراجه بين الجرير وبين مبهل ومجرور ولا العريز ومحتزم به سواجه ولا هباج بين مسري ومظهور مرات عن عذروب ماها هماجه.